اهلا مرحبا مرحبا عاونتو معاول جلسوا 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 مرحبا بكم ياك بعدا لا نيت بين توحشتوني دغيا كتزوروني ما كتعطلوشي ايوا شحال الخطر اليوم شنو بغيت عاوتاني زعما الصراحه جينا طالبين راغبين ديال الورقه الدخول الا بغيتي سي الزهم ايوا خصكم تقولوا لي علاش شنو علاش غيبتوا سي سعيد وسي محمد شنو عملتوا الله يبدي ضرر على السبب قول له صاحبي راه قول له انتي صاحبي قلتي على السبب خاطر يلا بدا بدا سي محمد بدا شنو السبب ديالو استاذ مقود على ديالي الله يرحمه وقول له قول شويه احترام الكلمات الزنقويه ما عندناش هنا في المؤسسه دي انا نقول لك اسي صاحبي شويه الاحترام انا نقول لك يلا شنو كاين اسي سعيد علاش غيبتي جد ديمات الله يرحمه مسكين علاش انت اسي سعيد هاد جدك ديك النهار تاع قلتي لي مات عاوزاني حتى المره هادي مات غيبقى غيموت شنو واقع سي سعيد شكون هاد جدك هذا عاود هذيك اللي العام اللي فات كان جدي الوليد هذا العام هذا جدي الوالده صاحبي بوبراني قديم او يا لطيف قول لي عايدك اي والله يرحموا البركه في راسكم البركه في راسكم اي وانت ناسي محمد وانت شنو حب الخاطر علاش تي غيبتي الله صاحبي علاش غيبتي الله الا عايش تتقدر وجابتني انا عندك الدار كامله بلا ما نقول لك فهمتي السكر بدا يتحنا في الدار داوي ساعه السكر طايحنا في السالو كتشوفني كانت حاجه مهم السكر طحنا في الدار كامله والله الا طحنونا السكر اللي تاعنا اللي تحنا في الدار كامل انا كنا نجبر 5 كيلو جرام طايحه في الساعه شنو هادشي هذا والله المنكر زدنا في السكر اوسه لا حول ولا قوه الا بالله وصافي ما قال الا انتيقكم صافي انا نعطيكم ديك ورقه الدخول امسى بغيت تقراو صبغيت قراو تعتقوا راسكم من هذا المجتمع هيدا هذا الوقت صعيب هذا دابا الوقت ضروري اسي خرا في الدم ولكن خصني نقرا مره اخرى غادي وما غنتعامش معاكم لا لا اخر مره معاكم هذه مره خا ما غنتعامش اخر مره وصلت الله يرحمكم يلا هو انا عطيتكم ديك ورقه الدخول هيدا ايوا غنسينيكم هنايا يلا سيروا دابا انتم عندكم دابا الحصه يلا سير مرحبا بك الله يعافيك الله يرحم يلا سير الله يعافيك نعم شنو بغيتي عاوتاني نوح الشهر وسنا اخرى شهر كيف زعما شهر كيفاش هذا الشهر هذا علاش شنو هو السبب؟ واه الصراحة واحد جدي لواحد الوالي العاود عاود طيح حكومة باينة السيمانة اللي ما جا ماشي يودي الله أكبر صافي تينا غيبقاو غير وتينا سي محمد اش كتستنى هنايا؟ ماشي بحالك تقرا واه ست أنا واحد جدي بوبري بحال الوالي ماشي يودي عاود ساد فهمتي نمشي نحضر مع الجنازون باش ندفنهم مع بعض الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله يرحم بابك أوسي جنازة واحدة ندفنهم أوسي لا حول ولا قوة إلا بالله صافي شهر يا شهر انا نزيدكم شي شهر اخر تاو والله لو بغيتي كرما مني والله ما كتحس درجه لا اسه سير عندكم يلا سير عندكم واحد الشهر دابا يرحم بابك الله يرحم بابك اسه شنو نقول لك ارخا قودنا حتى بعد دابا خاني بغيت انا نورق اقسم بالله لا ديزه ما عندك غير انا نعرفو هادي عندو زعما اقسم بالله لا مقرزز هيدا مقرزز زعما حنا يلا ندخل معاه باش ماشي عملنا دابا شنو نقول له لا ما يجيبولو هو انا ما يدينا باش نجيبولو عندي يجيبولو ولي العام في الاخر يبقى يقول له منين اللي يعمل ويعمل في الاخر يزب في دارنا شي مشكل باش انا غنقول له الخا ما يلا هضر ندخل فيك الترين انا ضربت نرموكا شنو هو شنو عندك دوتي ندخل فيك شكون اللي دخل فيك الترين تينا وتي دخلت فيك رموكا مرموكا وباقي عايشين باقي عايشين تبارك الله هادي معيقه هادي اش معيقه في البلاصه هادي عرفتي الخا واش غتعمل تينا تبعني انا نجيب لك الورقه كاين المشاكل زين a few hours later دخل روح السلام عليكم اس لا جي خذوا راحتكم زعما نوض نوض سيدي جبتي لي ولي الامر نوضوا جيبوا لي ولي الامر عادي تدخلوا نتوما بلا ما تهضروا معاه مغيبين لي هنايا 50 ساعه في كوتو الله يبسل عاد جي عندك ولي الامر غايجي يعمل شي خيمه هنايا يبسل ما بقى ماجي ماجي عندكم استاذ كيفاش عمرك غيبتي 50 ساعه دابا هي انا دابا كنكذب دابا انا كنكذب
سيرجيو بلي ولي الامر عندي عمل بك شي مجلس تاديبي سيكوريتي اجو خرجوا عليا هذا خرجوهم عليا ما دخلوهمش تجيبوا لي الامر يلا اش باقي كتسنى سير بحالك جيب لي ولي الامر قال لك ورقه الدخول ما جي لي بالصطيحه ديال الامر غندوز انا من هنايا ولا كيتفلاو علينا هنا مره يقول لك جدو ماز مره يقول لك عزيزه صفرا تحمقوا لنا في راسنا جيب لي ولي الامر جيب لي ولي الامر اسمع اسمع سيدي ما تدخلوا عندي هنا حتى شي واحد هنا حتى جيبوا لي سالينا دخل اهلا مرحبا سيدي دخلوا دخلوا تفضلوا هنا دخلوا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله واش كيف انت الحمد لله الساعه ديال ونونه التلاميذ ونونه دابا بغيت نعرف يعني انتوما الوالدين ديال اش من تلاميذ هنايا باش نطلع في بيسي باش نقول لكم شنو كاين انا الوالد ديك ساعد انا صاحبو محمد اياه 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 وا سيدي اش داك التلاميذ اللي عندكم هيداك تبارك الله وراه ما خلاو واش مشكل لنا شبكه اجراميه هنا في المؤسسه ديالنا ما خلاو ادو اساسي ما خلاو ادو عساس ديال الباب وتا العساس ديال الباب وادواه ديك النهاراتي ما جيب بيد راه ضربونا الراس تدوخو شقلو راسو كوب جاك شكون شكون ضرب شكون ندخلنا بغينا العساس معوج والله الا واقف في الباب ديك العساس وعلاش دابا حنايا الا فتحوا له راسو ونخليو راسو مفتوح وديك الساعه تجمعنا له راسو عاوتاني باش ينوض السيد بخير وعلى خير دابا الحمد لله وبخير وعلى خير المهم التلاميذ ديالكم راه ما كيحشموشي وراه واحد مره الاستاذ حامل الاستاذه ديالو وضربوها واش دابا كاين شي واحد كيضرب الاساتذه ديالو وعاد ديك حامله وديك جعلوها ولدت في وسط القسم ودابا هادو شنو نعملو لهم اسيدي اسمع حنايا ما نتفكوش معاهم دابا جبرتوني غنوقع لهم الورقه غنعملو لهم دابا مجلس تاديبي يعني بلا ما تزيد تهضر معاه غير نوض اسيدي يخرج بحال تسلى علينا استاذ دابا انتينا استاذ لا ملي غتمل المجلس التاديبي عملو لهم قبيلات علاش غتبقى ما جايبين حنا بقينا واقفو الخدمه ونجيو تنعندي ولا غتقول المجلس التاديبي اسمع اسيدي ما تبقاش هنايا تعلي علينا هنايا صوتك الله يرحم والديك حتى شويه الاحترام الله يرحم بابك انتينا مع كتهضر مع حارس العام شويه الاحترام وعادتك اولا بعد ما عند ما نفكش انا اليوم ما نفكش ولادكم ما صالحين لا قرايه لا حتى شي حاجه ايوا وغنعملوا لهم دابا باش غنعمل لهم مجلس تاديبي يعني نتوما ما عندكم هنا حتى شي دور يعني خصكم تمشيو بحالكم ورقه الدخول ما عنديش تقاضت اللهم لك الحمد واحد حاجه اخرى انت اللي فحال تقول نتينا واقيلا ماشي با ديك العين هذاك ما كتشبهلوش مره ديك العبوه هذوك لا لا صافي غير ربينا حتى حنايا عملنا حتى حنا مجلس تاديبي ودابا نقول لولادنا ما صالحينش علاش هو اللي ربيتي انت اللي كتخلص عليهم الطرد والخبز دابا نتينا لا حول لا قوة وديك الهضره اللي كتقول ما كيجيبوهش وطلعوا كيتوان يماه شنو يا اختي تمشي تضحك تشوف يماه واش كيجيبوه ولا والله الا هذه جديده دابا زعما كنشوفك كتحاول تقنعني زعما بلي هذاك زعما ولدك والو اسيدي ما تقنعتش بان اللي ما كيشبه لكش صافي ومين عرفو يقدر يكون دبر عليك غير من الزنقه دبر عليكم من الزنقه ودخلوكم من هنايا عرفتي اسيدي لا والو غير سيروا بحالكم سير نتوما اصلا ما مربينش نتوما خصكم تجيبوا لي ولي الامر ديالكم باش نتاكد واش نتوما يلا سيروا الله يعاون اش كتقول لها بالكلب الاخر دابا انت ما خرجتي فينا ها كتقلعون ماشي ديالنا ها بديتي كتقول لنا انا قاد دبك قلت لك تقول لي مشي جيب ولي الامر من باب الله يرحمه مات شحال هذا ماشي نجيب لك انا مشي ولي الامر وانا ما عرفتش ناس عمل الله ينعل راه قريب هذا شو ما بغيت نعوا ديال غير خرجوا انا شنو من معازو هذا انا ما حارس العمل مشيت بعند الحشيش ولا الغبره